وقف. الحق هاي السيارة اللي قدامك بسرعة. لازم نقدر نلحقها. الله يخليك، إذا ضيعناها رح تصير مشكلة كتير كبيرة. ما بعرف شو صار. حاول تعمل أي شيء، ضروري نلحق هداك الشخص، لازم نلحقه. والله مدام ما بقدر أعمل أي شيء بنوب. تقدري إنك تاخدي تاكسي غيره؟ لاكشمي، شو القصة؟ شو قصدك؟ حاولت أحكي معك مشان تخلي هدول عندك، بس أنتي ما كنتي تردي علي، مليت وما رديتي. ليش؟ طيب هاتن، رح حطن عندي. لاكشمي، عدي شوي. ما نسيتي الموضوع ولا في شي تاني شاغل بالك؟ بترجاك كارن، يا ريت تاخذ الموضوع بجدية أكبر. بترجاك تأكد إذا يوراج عن جد ماشي بالطريق الصح أو لا. إيه؟ ماشي، أنا رح أنفذ كل شي بتطلبه مني الملكة لاكشمي.